عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ هذه الرواية جواب عن بعض الأسئلة أو عن بعض الكلمات والشبهات التي تطرح من قبل البعض من أن ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإن لم يكن معها عمل هي المنجية للإنسان، حتى لو لم يكن معها عمل فإنها تنجي الإنسان. انظروا ماذا يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام الجواب عن مثل هذا الكلام: قال لي يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، إلى أن قال: أحب العباد إلى الله عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، والله ما نتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطاعة، وما معنى براءة من الله؟ حتى نحن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما نلنا ما نلنا من المقام عند الله سبحانه وتعالى بالطاعة له سبحانه وتعالى، وما معنا براء من الله من النار ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. ثم يقول الإمام سلام الله عليه في رواية أخرى: ولا بيننا وبين الله قرابة، ولا لنا على الله حجة، ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة، فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصيا لله لا تنفعه ولايتنا، ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغتروا. لا يتصور البعض بأن الولاية هي المنجية، الولاية مع العمل مع الطاعة، وإلا إن لم يكن هناك عمل هم قالوا عليهم أفضل الصلاة والسلام: ومن كان منكم عاصيا لله لم تنفعه ولايته. وروايات بهذا المضمون كثيرة. الرواية في وسائل الشيعة صفحة 234، الحديث الثالث والحديث الرابع.